مجددا مشاهدينا الكرام، احداث النهار نافذه نطل منها على كل التطورات ونخصص هذه الزاويه كما ذكرنا في البدايه تحديدا لملف مجلس النواب واليوم الثاني من استئناف الجلسات بعد هذا التوقف، هذا اليوم المخصص لمناقشه اللائحه الداخليه. كان هناك حديث يدور ايضا مع بدايه الجلسه حول مسألة الفارق ما بين الائتلافات تحت قبة البرلمان والتكتلات وربط المسؤول منهما عن تشكيل الحكومة الجديدة إذا ما تم رفض بيان الحكومة، لكن ربما الأخبار الواردة من المجلس أيضا تحدثنا عن مشادة ما بين النائب توفيق عكاشة ورئيس البرلمان، وصل بها الأمر لقيام رئيس البرلمان بطرد النائب توفيق عكاشة. الخلاف بالأساس كما تتحدث الأخبار هو الالتزام، أو بمعنى أدق عدم الالتزام من جانب النائب بالوقت والأسلوب المحدد لطلب الكلمة. يعني حدثت هذه المشادة وتم طرد النائب. ستكون معنا متابعة لتدقيق تفاصيل هذا الخبر بطبيعة الحال، ولكن يبقى المهم هو الملف الحاكم العمود الفقري للتعامل مع باقي الملفات تحت قبة المجلس، اللائحة الداخلية، كيف سيتم حسم الأمور التي تمثل تحديات فيها ربما يكون أولها هو مسألة اللجان وعدد اللجان بالإضافة لملفات أخرى سأناقشها مع ضيفي في الاستوديو الآن دكتور مروان يونس مستشار التخطيط والإعلام السياسي. مشرفنا يا دكتور. أهلا وسهلا، شرف لي. كنا قبل الانعقاد في جلسة كهذه وتحدثنا عن ترتيبة التحديات أمام هذا البرلمان، وذكرنا أن اللائحة الداخلية وعدد اللجان ستكون أحد هذه التحديات الأولى. ها نحن أمام هذا الاختبار، هل مسألة اللجان ما زالت أحد الصعوبات اللي ستواجه اللائحة الداخلية أم ماذا؟ ربما اللجان المقترحة إلى هذه اللحظة هي عبارة عن فصل اللجان عن وجودها الأساسي، يعني نفرض زي مثلا السياحة اتفصلت عن الصناعة والتجارة، في الثقافة والإعلام فيها برضو احتمال تتفصل أو تستمر. هو الغرض السياسي، خلينا نبقى يعني موضوعيين مع المشاهد، حتى احنا عندنا عدد لجان عشان تدير اللجنه عملها بشكل جيد، بنتكلم في 20 15 في الحدود دي. عدد النواب 600، احنا عاوزين نستفيد بال 600 فرد اللي هم نواب الشعب داخل البرلمان حسب تخصصات كل منهم، فتم زياده اللجان شويه حتى تسمح باريحيه حركه، ويبقى اللجنه داخلها امر موضوعي، ما يبقاش لجنه فيها 35 و40 و50 والحاجات زي كده، حتى تحول اللجنه لنموذج مصغر مما نراه تحت قبه البرلمان من مشاحنات بسبب ان ما فيش زي ما بنقول في السياسه يعني او كلمه كده لا ما فيش معلمين يعني اللي يديروا هذا الامر بحرفيه اصحاب الخبره والثقه للسياسي الكبير. لانه برلمان اول حاجه مستقلين، ثاني حاجه في نواب جدد كثيرين جدا داخل قبه البرلمان بيحتاجوا النصح والارشاد والتوجيه، ولكن الناصح والمرشد والموجه غير موجود، فابتدوا بيتعلموا التجربه والخطا، فبدانا نرى شويه. هل ممكن ان يصل الامر لمضاعفه عدد اللجان كما بيطالب البعض؟ انا بتكلم رقميا. لا، هو رقميا انا اللي متاح دلوقتي من معلومات ان هو 29 تقريبا، وده امر موضوع، يعني 29 لكل واحد 20، بقينا 600 نائب كلهم في اللجان والحمد لله، ما فيش حد زعلان يعني زعلان منهم خالص، وفي 29 وكيل لجنه ورئيس لجنه، والدنيا هتبقى مرتاحه شويه، وده امر على فكره مش حاجه عيب، يعني اقول لحضرتك حاجه، التوائمات السياسيه واللوبينج ده جزء من العمل السياسي، مش حاجه يعني ازاي يحصل كده، طبيعي في عندك قيادات لابد ان انت تفرغ شحنه الاحتكاك الداخلي دي في طريق ايجابي، ان هو يقعد في لجنه يقترح يعمل فيها شغل كويس، ولكن هي الازمه اللائحه في ذاتها دلوقتي. يعني انا خليني اقول لك ازمه اللجان، ساعه الجد وساعه الخناقه ما توصل مداها، كل واحد هيجلس على الكرسي المناسب لقدراته وقوته داخل الاوب كويس، وهيفرض عليه ذلك ان التاني اقوى منه، وهو اقوى من التاني هيقدر ياخد اللي هو المكان المتاح ليه. ولكن اللائحه في مجملها، حضرتك اشرت لنقطه مهمه في الاول في المقدمه، التحالفات او بعد كده التكتلات والاحزاب، الكيانات اللي بتوصفها اللائحه. طب هستاذن حضرتك عشان دي نقطة مهمة ومحتاجين نفرد لها وقت، واحنا معانا دلوقتي مراسلنا مجدي عبد الرحمن من داخل مجلس النواب. صباح الخير مجدي، يعني ضعنا في صورة تحديدا ما يتم مناقشته الآن، وماذا عن الأخبار عن طرد النائب توفيق عكاشة؟
عن ايه يا فندم؟ اتفضل. الو؟ اتفضل يا مجدي، سامعك. ايوه. نقدر نقول ان بدايه الجلسه كانت بدايه هادئه الى حد كبير، وواضح ان اللائحه لم تجلب الاعضاء ولم تكن نجم الشباك اليوم. ما زلنا في بدايه اولى جلسات مناقشه اللائحه. حدد البرلمان 60 ماده للمناقشه في الجلسه الاولى التي لم تنتهي بعد، ولكن يمكن ان يكون ابرز النقاط الخلافيه التي اختلف عليها النواب هو بعض الائتلافات الصغيره، بعض الاحزاب الصغيره التي لا تتجاوز عددها عدد نوابها ما بين 3 و5، خرجوا بنطاق تشكيل الهيئات البرلمانيه للاحزاب، وتلك ستكون مشكله كبيره جدا. فهناك اتهامات الى ائتلاف دعم مصر ان اللائحه تفصل بعض المواد على هذا الائتلاف، ولكن اخرين يقولون ان اعتاد البرلمان وفي برلمانات سابقه وفي دورات سابقه على الا يقل عدد اعضاء الهيئه البرلمانيه لاي حزب من الاحزاب عن 5. فما زال الامر مطروحا للمناقشه، سيحسم التصويت الالكتروني الموقف خلال اليوم ان شاء الله. يعني بدات حديثك بانه اللائحه الداخليه لم تكن نجم الشباك حسب تعبيرك، وردتنا اخبار ربما منذ دقائق عن طرد النائب توفيق عكاشة، ما مدى دقتها وما السبب؟ توفيق عكاشة تم طرده من القاعه. ده بيقول لك كله. تم طرده من القاعه لانه تجاوز حدود طلب الكلام من رئيس المجلس والدكتور عبد العال الحزاوي اكثر من 7 مرات، ولكنه لم يلتزم فاتخذ قرارا من المجلس بطرده من القاعه، ولكن توفيق عكاشة ما زال مصرا على ان يتحدث في هذه الجلسه، وهناك محاولات لاعادته مره اخرى. اشكرك شكرا جزيلا مجدي عبد الرحمن مراسل النهار اليوم، وهذه الاطلاله من داخل البرلمان على التفاصيل. ربما ما ذكره مجدي مرتبط بما كنا بنتحدث فيه، الائتلافات والتكتلات تحت قبة البرلمان، والحقيقة يمكن الحديد ده ما يكونش جديد قوي، لأنه قبل عودة الانعقاد كان في مجموعة من النواب منهم خالد يوسف والحريري وغيرهم يعني اتجمعوا كده وقالوا أنه النص المادة المرتبطة بالتحالفات هي مفصلة، سواء بتحديد نسبة 20% أو 15 محافظة أو باقي التفاصيل موجودة فيها، وكأنها يعني مفصلة على دعم مصر. طيب احنا بنتكلم على فكرة الاختلاف الصحي تحت قبة البرلمان، بس هذا الاختلاف قد يؤدي بنا إلى أين؟ أقول لحضرتك حاجة، خلينا بقى نفرغ الاختلاف اللي قاله السيد خالد يوسف وآخرين وآخرين إلى وضع سياسي لحاجة اسمها التحالف. لو احنا سمحنا للتحالفات دي إنها تاخد صفة الحزب أو إنها تتبحر في زي ما تقول القدرات والإمكانيات داخل المجلس، وما سمحناش ليها بضوابط، هتجدي بعد كده التحالفات لن تكون تحالفات سياسية، هيبقى تحالفات مثلا نواب الصعيد يعبروا عن شكل جغرافي، تحالف مثلا نواب بحري، تحالف الأشراف، تحالف العرب اللي هم بيسموا نفسهم عربوية، نفرض عندنا 140 نائب من أساس عربي، يقولوا تحالف العرب، بدل ما أنت تلاقي نفسك في برلمان زي ما تقولي متناسق كده، وكل حزب وكل تحالف فيه من كل الانواع وكل الاطياف، هتلاقي تظهر لك تحالفات دينيه، تحالفات يقول لك احنا تحالف المحافظين مش عارف ايه، هيبدا البرلمان يتحول بشكل طائفي. فاستخدام ماده التحالف احنا زي ما اقول لحضرتك حاجه بمنتهى الامانه، هو شر لابد منه في هذا البرلمان. انت بتستحدث كيان سياسي، لان البرلمان فاقد يعني لابد ليه يكون ليه حزب حاكم يتحدث عنه. فمن هذا هل بنتكلم على حزب حاكم ولا اطار يحمل عنوان الاغلبيه بصوره او باخرى؟ لانه مش لازم يعني يكون حزب حاكم، حزب حاكم اغلبيه منتظمه، يعني اغلبيه اعرف اكلمها، مش اغلبيه ناس، ما الاغلبيه اللي هي المتغيره دي، معنى ممكن انا وحضرتك بنصوت النهارده على القانون ده وبكره بنصوت عكس بعضينا، مرتبطه بالملف اللي بيتم، لازم الاقي الدوله تلاقي حد يتكلمه في البرلمان. ما ينفعش تعمل برلمان قصه البرلمان المستقلين اللي هم 600 ملاك مش موجوده ولا في اي حته في العالم. صحيح. فلازم تلاقي كيان. طيب هل كيان دعم مصر لحد هذه اللحظة استطاع أن يقوم بهذه المهمة؟
اعتقد هو كان بيتحدث حتى عن استهداف 400 و450، بقينا بنتكلم دلوقتي في 200. هو خلاص، هو التحالف دلوقتي الماده اللي مطروحه 20% خلاص، مش 25%، يعني انت بتتكلمي على 120 فرد. ان هو لازم يبقوا مقسمين على المحافظات، وده امر واجب. حتى خالد يوسف، السيد خالد يوسف او النائب خالد يوسف، يمكن برضو الممارسه السياسيه لازم يبقى يقرا النص القانوني او بشكل اعمق وادق شويه. هو تقسيم المحافظات واجب، واحنا كلنا معاه، واي حد يعلم يعني او دارس في هذه الامور يرى ان لابد ان لو انت عاوز تعمل تحالف اهلا وسهلا، لازم تعمله على مستوى جغرافي معين. يمكن عشان بس للتدقيق شوية، عشان ما نبقاش بس بنقول للمشاهد معلومه مكان العنوان كان النائب خالد يوسف، لكن كان معه اخرون كانوا بيتحدثوا لدي اسماء كثيره كانوا بيتحدثوا عن تفاصيل نص الماده، انه نسبه ال 20% والتوزيع على 15 محافظه، وكل التفاصيل انها وكانها مفصل. يعني حتى احد النواب للاسف لا اذكر اسمه كان معي عبر الهاتف عن مصر الجديده، كان بيقول لي كان ناقص في الماده بس يتذكر وان يكون الائتلاف هو دعم مصر. هو انا اقول لحضرتك حاجه، مجموعه النواب اللي بتطالب بهذا الامر، احنا هم بيطالبوا عشان عاوزين يعملوا تحالف مضاد اسمه التحالف الاجتماعي تقريبا او حاجه زي كده. طيب انت حضرتك عاوز تعمل تحالف مضاد اهلا وسهلا، بس لازم عشان تعمل تحالف ربما تكون نواك حسنه، يجي بعد كده من خلال هذه اللائحه في برلمان قادم او هذا البرلمان مجموعه عاوزه تعبر عن تحالف طائفي، طائفه معينه، تحالف رجال الاعمال لنفرض. كويس، احنا عاملين تحالف رجال الاعمال عاوزين نعلنه كتحالف داخل البرلمان ونلزم نوابه بالتصويت. واحنا مش محور الحديث هنا يا دكتور، ان حضرتك بتتكلم على انه نص الماده من وجهه نظرك جيد لانه بيمنع مشكله ثانيه، ده اللي بيمنع تقصده؟ الله، بالظبط كده، هو ده اللي بقول، بيمنع مشكله ثانيه ان انت تحولي البرلمان جوه الطائفي لو انا سمحت بيها ان انا اعمل كده. هيجوا الناس تبدا تجمع نفسهم حوالين مصالح ليست حزبيه ولا وطنيه ولا اي حاجه، مصالح شخصيه. ممكن يبقى مثلا تحالف المسلمين اللي مش عارف ايه، فعشان كده انت شايف ان التوزيع الجغرافي على 15 محافظه ده على العمل السياسي إيجابي في العالم، ان انت تعملي وحدات سياسيه طائفيه. فانت لو ما عملتيش 15 محافظه اللي هي مضايقه هذا التحالف اللي هو بقياده السيد مدحت الشريف وخالد يوسف وبعض النواب، هتبدا تتكون هذه الامر. مش عشان حضرتك مش قادر تجمع ناس من 15 محافظه تفرض على الدوله وضع ربما ما يجيبش شر النهارده، بس هيجيب شر اكيد بعد بكره وبعد. النائب مصطفى بكري كان امبارح في مداخله هاتفيه معاه قال لي انه لم يعد الموضوع قاصرا على دعم النصر في تحالف يعني طور التشكيل والعدد بتاعه 120 الان. بالظبط، ما هو في تحالف هو وصل 120 تاني وطور التشكيل وبدا يجمع على مستوى جغرافي مناسب وابتدى ياخد طريقه. انما انا مش عشان تحالف القوى الاجتماعيه ولا مش عارف اسمه ايه، منتهى الصراحه والوضوح، مش هنعمل وضع قانوني وننشئ وضع قانوني خطر عشان الناس ما تزعلش. لا ازعل يا فندم، ما فيش مشكله خالص، بس انت عندك دوله بعد كده احنا نخشى من طيفانات. امريكا ما كانت بتتكلم معانا ايام بقى 30 يونيو في مصر وقاعده تضغط، كانت بتتكلم على الشراكه العادله. ايه قصه الشراكه العادله؟ ان هو عاوز يخلي كل طوائف ليهم مجموعه ممثله عنهم. ده اخطر حاجه، ان انت تحط تدخل حاجه سياسيه بدل ما تبقى حزب بيمثل مجموعات من الناس على مستوى الجمهوريه. الحاجات زي كده تخليها طائفيه، انتهت الدوله دي الى الابد. على كل الاحوال يبقى هذا النقاش يمكن وهذا انا اوافقهم على حاجه بس عشان بس نبقى منصفين معاهم. انا اوافقهم، ممكن يبقى ال 120 قللهم له شويه، بس موضوع المحافظات يبقى 15 بمعنى النسبه. حضرتك تتكلم على النسبه، انما تشيلي موضوع المحافظات يبقى انت كده سمحت ضمنيا بالتحالف الطائفي وتحالف الجغرافي المعين، وساعتها هنبدا نتكلم على مصلحه مين. خلينا بقى نبص للبرلمان اللي السيد الفاضل عاوز يفتحه الى الابد. انا برضو مش عايزه شخصن الموضوع في خالد يوسف، لا لانه ليس التحالف الساده الافاضل 46 نائب دول، هم 46 تقريبا 51. هو احنا هنقول انه الاختلاف او الخلاف في حد ذاته صحي من باب ان الكل يبحث عن الصياغه الافضل، بس لابد كان على النواب الاخرين الموافقين على هذا الائتلاف طرح الفكره بالمنطوق ده. مش عشان انا كبير اعمل اللي انا عاوزه، لا طبعا. حتى هم عندهم برضو غياب حرفيه شويه في الاداء. انا مستني التصريح، ان انا قريت الماده فهمت المقصود. انت بقى كدعم الدوله كان المفروض تفهم الناس المقصود وتفهم النواب ال 46 اللي هم مش عاوزين الماده دي، تفهمهم المقصود برضو. ومن خلال عمليه ديمقراطيه انا اعتقد انها هتمر،
موضوع اعتقد واتمنى لو مضطرين احنا مضطرين لتحالف ومضطرين نوقف اثاره السلبيه اللي هو كان القانون الجديد ده، لان طبعا في اثار سلبيه ثانيه علاقه التحالف مع الحزب دي بقى لسه دي بقى المواد بقى اللي فعلا كلنا هنبقى بنختلف عليها وبنتناقش عليها. انا التزامي حزبي ولا التزامي مع التحالف، واللي كانت احد اسباب انسحاب عدد من الاحزاب بالفعل من دعم مصر بالظبط كده، فكره تفتيت هويه الاحزاب الفعليه. لا ده ولا كأنك يعني انا كنت اتمنى يختلفوا على دي، يعني انا مختلف شويه مع دي، انما في دي انا متوائم 100%. يعني لازم ما اسمحش بوجود كيانات طائفيه داخل البرلمان المصري او كتل طائفيه، انما الموضوع الحزبي والالتزام الحزبي اتمنى من ربنا يعني ان يصلوا الى توافق ان هو ما يضروش يعني ما يطلعش الماده تضر الاحزاب بتخلي الاحزاب بعد كده غير قادره على العمل والتفاعل مع الجماهير او تفقد نوابها اللي هي وقفت معاهم في الفترات الماضيه، فلازم برضو توازن وشغل حرفيه شويه. ولازم نتطرق كمان للي قاله زميلنا المراسل من البرلمان حول هذه الاحزاب الصغيره عدديا وهذه الاعتراضات التي تبديها فيما يتعلق بالهيئة الحزبية، لكن وكالعادة على رأس الساعة موعد وقفة إخبارية جديدة مع يارا إدوارد نتابع فيه، نواصل أحداث النهار ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. مجددا مشاهدينا الكرام، ما زلنا نفتح هذا الملف البرلمان تحت مجهر التقييم بعد شهر ونصف تقريبا من العمل، ومع مناقشة اللائحة الداخلية وهذا التحدي الذي رصدناه من تحت قبة البرلمان من خلال مراسلنا، وهو المرتبط بالتحالفات والتكتلات والائتلافات تحت قبة البرلمان. وما زال ضيفي في الاستوديو دكتور مروان يونس مستشار التخطيط والإعلام السياسي. فقط يعني حتى لا يكون الحديث عن هذه المادة ربما مجهلا لبعض المشاهدين، نص المادة أقرأه لحضراتكم، المادة الثالثة من الفصل الرابع بمشروع قانون اللائحة: لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من 15 محافظة من محافظات الجمهورية، من بينهم 3 أعضاء على الأقل من كل محافظة ترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف بعد ذلك. يعني بعض النواب تحدثوا عن أن هذه الشروط هي غريبة وغير موجودة في أغلب برلمانات العالم، بعضهم تحدثوا عن أن النسبة تكون في الغالب 5% ولا تصل ل 20%، بعضهم تحدثوا حتى عن أن البرلمان قد يؤدي أداء أفضل بدون هذه الائتلافات، هذا رأي يعود لأصحابه بطبيعة الحال. البعض ما زال يعني منتظر لما ستخرج به النقاشات، وكما ذكرنا البعض يتحدث عن أن هذه المادة هي حد غير حيادية ومفصلة على دعم مصر، وهناك من يرى أن هذه المادة هي دستورية وليست ظالمة كما يصورها البعض. دكتور مروان، يبقى المحك اللي كنا بنتكلم عليه قبل كده ليس في تكوين هذه الائتلافات، لانه محور مناقشه في اللحظه اللي بنتكلم فيها، ننتظر هيصلوا لايه، لكن الخلاف الاصلي اللي كان على فكره التحالف تحت قبه البرلمان، واللي كنا بنتكلم انه فكره اللون السياسي الواحد وضياع الايديولوجيه المرتبطه بكل حزب، واللي ادت باحزاب للانسحاب من هذا التحالف، ده ايضا سيكون تحدي بعنوان اشمل فيما يتعلق بالتحالفات. خلينا الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي على موضوع التحالف وعلاقته بالحزب السياسي، خلينا نفرغها في شكله الاكبر، يعني بغض النظر عن طريقه تشكيله وفي ناس مختلفه عليها وكلام زي كده، بس خلينا نقول علاقته بالحزب السياسي. الحزب السياسي هو كيان الباقي وكيان اللي هو جزء من الامن القومي لاي دوله، ان يوجد لديها حياه سياسيه سليمه وديمقراطيه وعدد مناسب من الاحزاب بيعبروا عن راي الجماهير. الخطوره في موضوع لجنه في ماده التحالف
ان تيجي تخلي النائب اللي هو ينزع عبائته الحزبيه تماما ويروح التحالف. ومن ذلك بدات بعض الاحزاب انها تخرج بره هذا الامر. ربما انا من الناس اللي يمكن اشوفها لبكره وللمستقبل ده امر ايجابي، هيخلي النائب الحزبي بتاعك اللي هو منتمي تماما لهذا الحزب ظهر امامك واضحا ان هو ده انتمائه 100% لحزب اكس او حزب واي وراح معاك، هتبدأ يعني في قناعة ايديولوجية بمعنى حقيقي، وهذا الشخص الوسطي اللي انت جبته في مثلا في الانتخابات في الاخر طب ما تمضي معايا او ايا كانت الاسباب يعني انضم ليه تحالف دعم الدولة او تحالف الثاني او الثالث او ما شابه. بعد استقرار اللي زي ما تقول المطبخ البرلماني وهو شغال هذه الاحزاب هتبقى احزاب الحقيقية في مصر. يعني انا اتمنى تحالف واحد وتحالف اثنين اللي بيدعوا نفسهم وحتى التحالف ال 46 نائب اللي انا سامع عنه ده يعملوا احزابهم واتمنى يكونوا مستقلين، يعني يفرغ الامر من الاحزاب تعمل زي ما تقول فلتر للناس اللي معاها بجد تبدا الاحزاب كمان تعمل دورها. انا اتمنى مثلا يتحالف المصريين الاحرار والوفد رغم ان ده امر يقولوا لي ده غريب جدا على اعتبار الاثنين فكر ليبرالي نفس الفكر الليبرالي اليميني الراسمالي مش عارف ايه. طب انت مع بعض يا جماعه، انت عاوز تواجه التحالف اللي مش عاجبك طب ما تعمل تحالف قوي. يعني انت لو رحت ده على ده انت بتتكلم في 120 نائب وانت مغمض ان 66 وما حاجه و40 دخلت في 110 ما عندكش 10 اصحابك يعني في المجلس عليهم تعرف تعمل فيهم 120 نائب. فانا ارى ان ربما الماده دي هتكون خطيره في لحظه على الحزب انها ما هو علاج لحياه سياسيه ان انت خلاص بقى حزب عرفت مين بتوعك الحقيقيين انزل اشتغل بيهم على الارض تحالف بشكل موضوعي داخل الخبه واشتغل بيه. الحاجه بقى للتحالف انا يعني اقول لحضرتك حاجه شر لابد منه منتهى الامان. بس كلامك دكتور مروان برضو بيطرح سؤال فكره واحنا فاهمين انه يعني تجربه المره دي تختلف وهي الاولى بالنسبه لكثيرين بس نظريا ومنطقيا ما هو الكلام ده يهدم بعيدا عن اسم دعم مصر لكن يهدم هذا التحالف فعليا لانه معنى كده انه كان في عيوب فعليه وواقعيه في التجربه بالمعنى ده. يعني احنا محتاجين تكتل اغلبيه صحيح لكن التجربه اثبتت انه هذا التكتل مش هينفع على الاقل لحد اللحظه دي ان انا اجيبه من شتى البقاع زي ما بيتقال بس نبقى عندنا توتال نمبر. لا ده انا بتكلم على هوية فكرية وأيديولوجية في النهاية لازم تكون على نفس الخط. البعض كان بيمتدح فكرة المظلة الأكبر اللي يكون هدفها تكوين الأغلبية بس إلى أي مدى التجربة لحد اللحظة دي بتقول إنه لا ده لن ينجح حتى تحت مسمى آخر أو تكوينة أخرى. أقول لحضرتك حاجة، المشكلة إن أنت بعد ما هنجمعهم الأمبريلا أو المظلة السياسية اللي سميناها تحالف عشان تبقى تحالف الأغلبية اللي نقدر نتحدث معاه في البرلمان. الخلفية الفكرية وقناعاتي للمجموعة المنضمة للتحالف مختلف وأنا وافقك الرأي وبانت بوضوح في تصويت الخدمة المدنية إن محدش عارف يخلي النواب بتاعته يعني أقول لك إيه القوي خلى نص النواب يصوتوا معاه أجدع حد في الدنيا يعني. فمن الواضح إن حتى حركتهم الديناميكية جوه كتحالف هتبقى فيها شوية عصارات شوية ولكن يظل الأمر في الآخر إن هو لابد من وجود أغلبية في هذا البرلمان. ليه الأغلبية دي تبقى متواجدة؟ إحنا الدستور بتاعنا فرض علينا شوية علاقات مشتبكة مع رئاسة الجمهورية في اختيار الوزراء ولو رفض خطة الحكومة يعني السيد الرئيس يطلب الأكثرية من البرلمان لتشكيل حكومة مشتركة هو وهم. فكل الإجراءات دي لازم لها مع منتهى الأمان لازم لها كبير وما أقدرش أنا أدعي إن حزب جايب 60 نائب سواء كان مصريين احرار او مستقبل وطن هو كبير لان 60 ده بتتكلم في 10% 15% لم تستطع الفوز باكثر من ذلك يعني. فهي واجبه ولكن يعني يمكن خلينا نكون حالمين يعني اتمنى ان بعد ذلك البرلمان القادم ما يبقاش نسبه المستقلين فيه بهذا الكم او المستقلين الحزبيين اللي انا بسميهم اللي هو راحوا الاحزاب في اخر لحظه وانضموا ليها اللي هم ما عندهمش قناعات بهذا الحزب ان هم كانوا مستقلين اساسا وقيادات شعبيه ناجحه في اماكنها. يفرغ في الاخر ان احنا يعني زي ما تقولي ايه لابد بقى كلنا يبقى كل واحد امام مسؤولياته. يعني التحالف ده لو عاوز يعمل حزب بعد كده لابد يعمل حزب. يعني انا رافض ان فكره كل برلمان ياخده تحالف البرلمان اللي بعده ياخده تحالف بعد كده تحالف تاني تحالف تالت تحالف رابع يعني وكاننا بنمشي بالعكس بالظبط بنمشي بالعكس. انا زي ما تقولي مريض هيعيش طول عمره على المسكن ما ينفعش انا امشي بالمسكن ده الا البرلمان ده. ومن يعتقد زي ما حضرتك فيه نقطه سرتيه مهمه قوي قلتي الطغيان الاغلبيه خلينا نفرغها باسمها السياسي المتزن طغيان اغلبيه حضرتك احنا الاغلبيه حتى الموجوده دي اغلبيه يا دوبك بتقدر تحرك نفسها جوه المجلس. فين طغيان الاغلبيه اللي احنا شفناه؟ انت بتقول حزب حاكم جديد وحزب وطني جديد ومش عارف ايه يا جماعه يمكن الباعث بتاع التحالف ده يكون نقطه بعث اعاده بعث الاحزاب كثيره انها تبدا تشتغل على الارض وفي انتخابات محليات جايه
يعني منتهى الامانه هتبقى اقوى بكتير جدا من مجلس الشعب، لان دي الخدمات اليوميه بقى بتاعه المواطنين، واللي عاوز يعمل حزب بجد لابد ان يهتم بيها. خد بال حضرتك، هو احنا عندنا برضو مشكله مرتبطه بازمه ثقه وبتراكمات قديمه، وفكره اللي يمكن كنت بتحدث فيها مع حضرتك في خلال الفاصل، انه لما بتبقى عندنا ما بين قوسين عقده من مشكله معينه، احيانا اثناء علاجها بنركز فقط على الميراث التاريخي اللي بيقلقنا او الذكرى الاليمه، وما بناخدش بالنا انه احيانا العلاج اللي بنقدمه لانه مركز على النقطه دي بيبقى له تداعيات اخرى. يبقى كل تركيزنا انه ما احنا اللي بنقدمه ده يا جماعه هيوفر علينا، مثلا زي ما حضرتك كنت بتقول الحزب الوطني القديم ممكن يحل لي المشكله دي بس يفتح لي ماساه اخرى. بالطبع، هو اقول لحضرتك حاجه، كل امر يعني الوصول للتوازن السياسي هو توازن قوى وليس من خلال تشريع فقط. يعني عمرك ما هتبقي في وسط سياسي متزن من خلال ان انا اعمل قانون مثلا امنع حزب يحصل له حاله طغيان اغلبيه. روسيا بيقودها حزب بطغيان اغلبيه، يعني عنده اغلبيه فوق 70% وكلهم بقى حزب، مش مثلا ائتلاف ولا بتاع. هتمنعيه ازاي؟ تقدري تمنعيه من خلال ان انت تدفعي الى توازن سياسي، يعني الناس التانيين تقوم بدورها، انها الاحزاب التانيه تمكن من الدوله بنفس القدر انها تعمل دور مع المواطنين وانها تعمل شغل كويس على الارض، والتشريعات تكون متاحه ليها، تقدر تشوف متبرعين عده وتقدر تعمل انشطه بكافه انواعها وتسهيلها عليهم. انما انا زي ما تقولي اي حاجه ممكن، يعني اقول لحضرتك حاجه، لو فرضا حزب جاب 60% اي حزب ما بيسيبك من التحالف، لو كان المصريين الحره جاب 60% كان الوفد جاب 60%، ما هو وارد لو التانيين قرروا يخشوا خندق المناوئه للنظام وليس المعارضه للنظام، ويبداوا يقولوا احنا رافضين كل حاجه وزعلانين منكم مش عاوزين نشارككم في السلطه ولا هنشتغل، هيبقى 70 و80 المره الجايه، لان المواطن ملوش الا مصلحته والخدمات اللي بتتعمل له. فبقدر ما هو فعلا انا معاكي ان ربما الماده تؤدي الى اعاده تشكيل حزب وطني، رغم اني لا اعتقد ذلك، لان زي ما انت شايف اداؤه الديناميكي منتهى الضعف، يعني مش شايفه حاجه قويه قوي هذا التحالف، ان هو بيدوس على الزرار الاصوات تطلع ال 400 وشويه بتاعته، يعني اختبار الخدمه المدنيه كان واضح كاش. يعني مش هيقدر يعمل هذا الدور، لان حتى ما عندوش قناعات ثابته لكل الناس بتاعته. بس الاحزاب الثانيه لا تغفل دورها، ان حضرتك عندك انتخابات في الـ في الـ في الشارع الجاي في السنه الجايه، لازم تبقى واقف على رجلك فيها. يعني انا اقول لحضرتك في جوله مع معظم الاحزاب اللي هم اصدقاء اعزاء، يعني بستفسر ماذا بعد عن المحليات، كله متوقف برامجه وملخص الامر حول طرح القانون. لا يا جماعه، انزلوا قابلوا الناس، انزلوا اشتغلوا، كونوا قوائمكم، فعلوا وحداتكم الحزبيه حتى لا يحدث اللي انتم خايفين منه، لان اللي خايفين منه ده يعني مع زياده قوه طرف هو بيطالب بقوه اخرى. مفيش حد في السياسه في العالم ولا في مصر ولا في الهند ولا في اثيوبيا ولا في السويد هتدي له مساحه حركه ويقول لك لا خلاص انا مستكفي خلاص كده شكرا جزيلا، انا ممكن اخد كمان وزيرين او 10 نواب تانيين بس انا طيب استكفيت. احد الاختبارات التاليه اللي هتكون بعد هذا الحديث او المرتبطه به مساله التحالفات والائتلافات، مساله تشكيل الحكومه وعرض برنامج الحكومه، واحنا اخطر خطوه واهم خطوه الحقيقه، يعني وبرده اختبار هنعمل ايه توقيتا. عدد من النواب بيقول ان يوم ال 27 ده مش يعني غالبا لن يكون هو يوم عرض برنامج الحكومه. الحكومه النهارده بتقول ان هي يعني انتهت من اعداد بيانها وهي جاهزه للعرض. المؤشرات راح فين؟ لانه في ناس قالت الحقيقه في وقت سابق لما احنا حتى التقينا، لانه الميل اكثر لفكره يعني الاستقرار وخلينا مع هذه الحكومه وخلي الامور تمشي، بس في اصوات مؤخرا بتقول لا ده في اتجاه مختلف، وحتى الحكومه احتمال كمان يبقى في تغيير في وزرائها بعد قبولها. هو اقول لحضرتك حاجه، الخطه لهذه الحكومه هيقدمها السيد شريف اسماعيل، المهندس شريف اسماعيل، نيابه عن الدوله المصريه او السلطه التنفيذيه للبرلمان. ووضع الرفض والقبول، خليني اقول لك النهارده انت بتتكلمي على في 120 ما بين مجموعات معينه عدديا حتى معلنه عن نفسهم بيعتقدوا ان الرفض هو الامر الاساسي والضروري ولابد من تشكيل حكومه اخرى. وفي مجموعه برضو بس انا اراها اكبر الى هذه اللحظه، لان خدي بالك الحاجات دي باليوم بتتغير. الموافقه هتكون اعلى شويه. ولكن اقول لحضرتك حاجه، بغض النظر احنا عندنا ايه، في ازمه في الوزارات وازمه في بعض الامور في الخطه، كل شيء على الورق جائز تعديله لانه ليس قران ولا انجيل ان هو منزل. فانا اتمنى ان يكون الاجراء كالتالي، نناقش الحكومه، نطرح افكارنا، الحكومه تكون متجاوبه ومرنه مع مجلس الشعب، لان لابد ان تكون مرنه بشكل كافي، لان احنا في دوله دستورها ده
اتمنى الحكومه الجايه تبقى حكومه سياسيه، لان خلاص ما ينفعش تبقى حكومه تكنوقراط مع الدستور ده مع المجلس ده، ان هم يبداوا يعني يتفاوضوا على برنامج يرضي الجميع ويتم مرور الحكومه مع تغيير واجب لبعض الوزراء. يرضي الجميع اذا كان رئيس الوزراء استبق كل الحديث ده في لقاءاته مع رؤساء تحرير الصحف، والناس هكذا بتسال ليه رؤساء تحرير الصحف لكن اي مكان، والحديث والعبارات حول اجراءات مؤلمه وقرارات صعبه تنتظر هذه الحكومه، هترضي مين؟ ما انا اقول لحضرتك بقى خلينا ايه نتكلم، ومعلش هربط ده بحاجه، هربط ده بحاجه يا دكتور مروان. كنا بنتكلم دلوقتي على تعامل البرلمان مع ملف قانون الخدمه المدنيه. أيوة. وكان في 7-8 اعتراضات طلعت من البرلمان وراحت للحكومه. لما رجع المشروع بصورته الحاليه، سؤال اذا كانت نسبه 5% باقيه كما هي كنسبه زياده سنويه، وهذه النسبة كانت محل اعتراض حتى الموافقين على القانون، يعني كان بيقولوا انها لا تتناسب لا مع حجم التضخم ولا مع زيادة الاسعار واوا، ده في حد ذاته مش هسألك فيه تفهم ولا لا او اللفظ الجميل لحضرتك، لكن هل ده يؤشر على الهارموني دي اللي هتكون في التعامل؟ لا انا اقول لحضرتك مش مؤشر على الهارموني، وانا عشان كده بقول لحضرتك اتمنى يكون اداهم بهذا الشكل. يعني اللي انا اراه، اللي انا خايف منه حاجة تانية، اللي أنا خايف منه يعني أسوة بالخدمة المدنية، وإن احنا أخدنا آراء الشارع كاملة مش مصلحة الوطن، لأن أنت خدي بالك برضو آراء الشعبوية ربما في حاجات بتضطر تعملها أي حكومة في الدنيا، إجراءات مؤلمة في حاجات كتير جدا. يعني هو لازم نائب البرلمان يبقى قادر يوازن ما بين مصلحة الدولة ومصلحة ناخبينه. حصل تبدية كاملة لمصلحة شعبية حواليه، أو أصوات كانت بتطالب بإلغاء هذا القانون ورفض هذا القانون، ولكن القادم بقى أخطر. يعني القادم مش بترفض خدمه مدنيه بنتكلم في 5% والتضخم عندك 8% ولا 12 ولا ايا كان الرقم اللي طالع، يعني ده بنتكلم في ماذا بعد. احنا رفضنا النهارده، حلو قوي، رفضنا الخطه كامله للسيد شريف اسماعيل، صح كده؟ وعملوا اللوبي المناسب وهم عرفوا يعملوا الخطوه دي. خطوه 2، مين هيقعد مع سياده الرئيس يعمل الحكومه الاكثريه اللي هي هتبقى تحالف الاكبر، هيقعد يشكل حكومه. طيب الحكومة اللي هتشكل، هل التحالف الأكبر هيتكلم بسلطة مطلقة أم هيحمل معه توازنات المجلس لأوضة الرئيس؟ خلينا بس نتفرج على المشهد سياسيا. وسؤال آخر، هل من هنا لهذه اللحظة، لأن أنت بتتكلم على لحظة ما هيش الأسبوع ده والأسبوع اللي بعده، هل من هنا لهذه اللحظة والمفروض أنه يعني هيكون تم إقرار اللائحة الداخلية قبل ما نكون، هل في اللحظة دي هتكون الصياغة والفعل على الأرض اثبتت انه في تحالف اخر قدر يكون نفسه يقف على رجله ولا لا؟ ممكن يبقى، خلينا نتكلم بمجموعه ويعتقد ان الاكبر او يعني نتوقع الاكبر منه هيبقى دعم الدوله، نتوقع ذلك. تمام. يعني هذا الرجل اللي رايح من دعم الدوله يتفاوض مع الرئيس في الحكومه بيشيل معه شنطه توازنات سياسيه بتاعت المجلس، ده عنده 10%، ده عنده 5%، ده 6%، كل واحد فيهم عاوز حصه من السلطه التنفيذيه ويكون ليه اثر ايجابي في وضع هذا الامر. اتفقوا تاني على حكومه، رجع بيها التحالف الاكبر سميناهوش دعم الدوله، دخل البرلمان ولم يرضي هذه التوازنات، لنفرض الرئيس قال انا مسؤوليتي السلطه التنفيذيه وعشان تحاسبوني اسمعوا الكلام، صح كده؟ لان احنا لو احنا خلينا الوزراء كلهم جايين من البرلمان هسال الرئيس على ايه؟ ما هيقول لك اداء وحش. طب اسال البرلمان، واخد بال حضرتك؟ بعد كده رجعت الحكومه دي وما عجبتش حد، كويس، انا كنت طالب من السيد ابراهيم رئيس التحالف الاكبر يجيب لي وزير التربيه والتعليم أستاذ عادل صاحبي مثلا، ما جابهوليش، التحالف ده راح مصوت ضد الحكومة تاني، وده ضد وده ضد وده ضد تاني، احنا هندور في حلقة مفرغة لأنه رأيتي أدخل على أزمة دستورية مشابهة لأوكرانيا بمنتهى الألم، ويتم حل البرلمان؟ هتبدأي بقى مين اللي يتحل؟ الرئيس يحل البرلمان ولا الحكومة تحل البرلمان؟ وبقى تخيلي بقى إن الرفض رقم 2 ليه أغلبية جوه، فبقى أنت في أزمة دستورية، مين بقى اللي يسائل مين؟ البرلمان راح عامل كتلة ضد الدولة او السلطة التنفيذية، بلاش نسميها الدولة، والسلطة التنفيذية بتخانق مع البرلمان، انت في دايلما، اوكرانيا في الدايلما دي بقى لها 11 سنة. طيب عشان برضو ما يبقاش حديثنا، اتمنى من كل الحرص يعني عشان ما نحملش برلمان اكتر من طاقته، ولا نبقى برضو بنخوف قوي الحقيقة، يعني احيانا الناس بتقرا هذا الكلام على انه ترهيب شديد علشان لا اقباله بالموجود، احنا الحقيقه لما بنقول ده انا عاوزهم يقولوا مدور، وفي وزراء كتير كلنا عاوزين عشان بس الى اي مدى ده يلامس اليوم السابع، يمكن نشره منذ دقائق
ردا على التعديل الوزاري اللي بيتم الحديث عنه وما تردد عن إقالة الحكومة. مصادر الحقيقة بدون ذكر اسمها بتقول انه في استياء من قبل المواطن البسيط من أداء الحكومة في الشارع وتقارير ترفع بشكل دوري لرئيس الجمهورية. هذه المصادر بتؤكد على لسان اليوم السابع انه في تعديل في عدد من الوزراء قد يصل لإحدى عشرة حقيبة في حالة تجديد البرلمان الثقة في الحكومة الحالية. بالنسبة لإمكانية تغيير عدد من الوزراء قبل بيان الحكومة، التغيير لأي وزير مقصر في مهام عمله وارد في أي وقت، ولكن المرجح أن يعيق قصر الوقت حتى إلقاء الحكومة لبيانها، أن يعيق تعديل أو تغيير الحكومة حتى ذلك الوقت. تعليق والله هل دي مش عايزه اقول رشوه، لكن هل يعني فكره انه هذه الحكومه سيتغير فيها احد عشر وزير؟ لحضرتك حاجه، في حاجات احنا عندنا في مصر لسه يمكن التجربه الديمقراطيه ما بقتش زي تقول استوتش قوي عند الناس وفاهمه قصه كل الحاجات دي طبيعي. يجي راي احد عاوز يجي وزير فيروح للحزب الثاني يقول له انا عندي مش عارف ايه صوت لي وانت مش عارف ايه الحكومه دي حاسب لك الموضوع ده وانت تغير لي. لا بس عايز اسمع تعليقك على هذا الحديث في هذا التوقيت، هل له اي معنى؟ لا انا اقول لك حاجه، رساله انا ارى الحكومه بترسل رساله ليها شقين. في حاجه حضرتك ذكرتيها ان انا هغير في بعض الامور، هيحصل فيه تعديل، ربما تعديل يصل الى 11 او يزيد، وانا اعتقد انه هيزيد عن كده، وهنقدم خطه جيده لان احنا اخبار كل يوم في خبر عن الخطه، يعني الحكومه لم تبخل انها بتطلع اخبار. حاجه تانية، بيان الحكومه على الحكومه امر اخر، انها التعامل مع كتل البرلمان في احنا في حاله ديمقراطيه، مفيش حد اعلى من حد، يعني حضرتك ينزل قابل كتله دعم الدوله، قابل مصريين احرار، قابل كذا قابل كذا، اقعد اقنعهم ببرنامجك اللي عنده، لان في وزير برنامجه سهل، في وزير عنده امور مؤلمه زي ما السيد الشريف اسماعيل قال، لازم اللي عنده امور مؤلمه ما يقعدش يقول انا عندي اجراءات مؤلمه وانتوا وافقوا. وبرده بنتكلم على المجموعه الاقتصاديه تحديدا، عليهم دور المجموعه الاقتصاديه، حضرتك لازم تنزل بالورق بتاعك ده تقنع الكتل عشان هو بيصوت، على الاقل لما يجي المواطن البسيط يقول له انت وافقت ليه على السيد الوزير الفلاني وبيعمل اجراء متعبني شخصيا، يعرف يقول له انا بعمل كده ليه. فبرضو عليهم دور، يعني احنا هل يعني تسميه او زي ما يعني عهدنا في بعض الاوقات بالونات الاختبار اللي بيتم ارسالها بتسميه او توضيح الغالبية العظمى من هذه الحقائب تصنع فارق؟ لأن أنا ممكن أغير 11 وزير بس أخدهم من حقائب لا تمثل أي فرق الحقيقة. يعني أقول لحضرتك حاجة، يعني خلينا لو يعني ممكن أنا في أحد في مجموعة من الناس يقولك لو أنا هشتغل تكنوقراط كمل زي ما أنت كويس، أنت عاوز خطة جيدة كويس وأنا هنحاسبك بجدول زمن، دي أحد الطرق التفكير. ولكن أنا أرى ربما أتمنى من السيد الرئيس هذه المرة يبدا يعمل التطعيم السياسي للوزاره، لان احنا في وزارات العالم كله كلها سياسيين، يعني ديفيد كاميرون اشتغل اقتصاد 4 سنين في حياته والباقي سياسه، مثلا عمل ايه صفر تضخم في انجلترا ما حصلتش من 100 سنه. فلابد ان يبقى يحصل التطعيم ده، وفرصه تاريخيه سانحه لهذا الامر. مش عيب ان انا اقول للنواب انا ناوي اغير، انا ناوي اعمل، انا ناوي اسوي، عشان اخلي النواب حتى ما لان في ناس منهم كتير ربما يرفض لان اللي جنبه كان بيرفض بحده وعزم شديد يقول اه ربما على حق، طب انا رافض معاه، يبدا الحكومه تتعامل مع الوضع الحالي. هل لو حد فسر الكلام ده بانه قد يؤشر بصورة أو بأخرى على أن هذه الحكومة باقية، على اعتبار أنه حتى الاعتراضات اللي ممكن تطال أداء وزراء يمكن لأدائهم أو يمكن لصعوبة ملفاتهم في حد ذاتها، أنه ده بيؤشر على أن هذه الحكومة باقية؟ أقول لا، حكومة باقية الاسم للمهندس شريف إسماعيل باقي ولا كل الوزراء؟ ما دام اتغير بعض الوزراء بيبقى تغيير وزاري. إنما أما تقولي تغيير شامل في الحكومة، أنت بتجيب رئيس وزراء فبيجيب كل الناس بتوعه. خدت بال حضرتك؟ فأنا مش من مدرسة التغيير الشامل، ولكن لو يرى السيد الرئيس، لأن هو المسؤول عن هذا الملف، إحنا بنقول آراء ويؤخذ أو لا يؤخذ بها، مش دي المشكلة. لو لقى ان السيد شريف اسماعيل معاه حاجات ومعاه ملفات ومعاه امور لابد ان يستكملها، اهلا وسهلا. انت بقى حضرتك انت المسؤول عننا، واحنا اللي والبرلمان والشعب بيسائل سيادتك. لو رايت ان ممكن غير رئيس الحكومه ويشكل حكومه كامله تماشيا مع الهوجه السياسيه في المجلس، وده حقهم لان دول نواب برضه، واخد بال حضرتك، ده اجراء قرار سيادي للسيد رئيس الجمهوريه. ولكن المواطن في الاخر عاوز ايه؟ عاوز حياه افضل. فانا من انصار خليني
انا اتصور من المدرسه دي ومعترف يعني الدوله الرئاسيه يعني سلطتها واضحه، مش ده داخل جوه ده يعني برضو. خلينا يعني لو البرلمان هو اللي جاب نص الوزاره او ثلاث ارباع الوزاره هيسالهم يقول لهم ايه؟ ما هم دول اصحابي ومعايا في الحزب، واخد بال حضرتك؟ طب امال ايه المخرج يا دكتور؟ ما هو ايه المخرج؟ يعني ما برضو ان انا اقول اصل البرلمان لو جاب، امال انا كنت بحط برلمان ليه؟ كل حاجه ليها توازناتها. ده انا عاوز اقول لحضرتك الحاجه اللي قلته، اللي عاوز محترفين يعملوا الجيم. لو احنا بقى اشتغلنا مسكنات وناس حطت افكار وهميه كده في النص والله عشان ما نزعلش ده ونراضي ده، وده زي ما تقولي بالبلدي كده هتضرب في وشنا تاني. فانا اتمنى ان كل حاجه زي ما قلت لحضرتك حاجه ليها السلبي والايجابي. اللي بيقدر يطلع منها افضل المتاح هو الرجل السياسي، الفن الممكن في اطار الواقع الموضوعي والامكانيات المتاحه. طيب، يطلع علينا احسن منتج. طيب عايزه برضو اخد رايك في استقاله المستشار سيريسيان، مش لشخصه ولكن لما ورد من اسباب حول هذه الاستقاله، بما ان بتتكلم على الناس البروفيشنال اللي عارفه تلعب الجيم ولا مش عارفه تلعب الجيم. يعني لما يصل الامر بالرجل انه يقول اذا كانت خبرتي القانونيه والتشريعيه هي كل ما املك ولم يستفد بها تحت قبه البرلمان فما الذي يمكن ان اقدمه؟ ده يديني ايه على الاداء؟ هتزعلي الناس مني في الراي ده، انا احنا رايحين في البرلمان بنلعب سياسه مش بنلعب سي في، يعني مع احترامي للجميع. السيد سيري سيام راجل قامه كنت اتمناها ولازلت اتمنى الى هذه اللحظه يرجع في استقالته. لا بس بنلعب سياسه وبنلعب تشريع. هقول لحضرتك بس خلينا بس الاول عشان نقدر تنفذ ارادتك داخل البرلمان لازم لك لوبي. يعني مثلا الناس اللي مش عاجبها الحكومه المجموعه عملت 46، السيد مصطفى بكري بيقول عمل 120، ما قالش اصلا مصطفى بكري الراجل القوي الخبره اللي فاسمعوا كلامي. انا كنت اتمنى السيد سيري سيام، انا كنت اتمنى السيد سيري سيام، يعني انا كنت هبقى سعيد قوي لو في ائتلاف حتى معارضه يقوده السيد سيري سيام، انا كنت هبقى سعيد جدا. يبقى كده عندك معارضه يقودها قامه كبرى في المسائل القانونيه والتشريعيه، وفصيل تاني يمثل الحكومه او يمثل الدوله او حزب الحكومه او حزب الحاكم سميه زي ما تسميه، يمثله قامه اخرى. هو ده التوازن اللي اتمناه. هو ما كانش بيتكلم على معارضه باي ذا واي، يعني امر شخصي بقى بتاع استقالته. لا كان بيتكلم على فكره انه امور، انا بس للدقه يعني ألف وباء وجيم اللي هي مرتبطة بالتشريع لم يؤخذ رأي فيها، وفود تسافر لبرلمانات والحديث عن تشريعات لا يؤخذ رأي فيها. طب أنا جاي أعمل إيه؟ خليني مرة ما قلتها أنا بعيدا شخصي. عن المستشار، خليني أسميه شخصي. اللي استفاد بالخبرة التقنية بقى، احنا قلنا ازاي سياسيا تخش لجنة وتترأس لجنة وتعمل حاجة باللوبي وشخصيتك جوه أصدقائك وحزبك والكلام ده، مش بسي فيك بكل الحاجات، إنما سي فيك بقى في لحظة زي كده كان لابد من السيد علي عبد العال القائمين على دعوة الدولة دعم الدولة الاستفادة بالسيد سيري سيام. أمر غير موضوعي إن تلاقي لجنة اللائحة ما فيهاش هذه القامة، يعني منتهى الصراحة. تفسيرك إيه بقى؟ ربما ارى التفسير ان في ازمه في القدرات ما بين السيد سيري سيام، شايف ان لابد يستفاد بحجمه اكبر من ذلك، وفي نفس اللحظه هو من هو ما شاء الله كان رئيس محكمه النقد، دي حاجه رهيبه يعني. فهو شايف ان مش هعمل لوبي، يفترض انتوا تجيبوني او دعم الدوله يقف جنبي يدخلني في المكان المناسب ليا، ما عملش الواجب السياسي بتاعه الطبيعي. فحصل الأزمة اللي احنا فيها دي، فقدنا بمنتهى الأمانة أعلى قامة قانونية في المجلس، عشان بس نبقى واضحين مع بعضينا ومع المشاهد. الأمر ده برضو هل السبب ده أزمته عارفة إيه بقى؟ أقول لحضرتك حاجة، أخطاء التجربة الأولى لكثيرين ولا بمنتهى الصراحة المواضيع الشخصية أو التعاملات الشخصية؟ لا بمنتهى الصراحة الناس لعبت سياسة ما أكثر من اللازم في الملف ده، مش ده ومش وطن. لعبة سياسة مين الأقوى ومين اللي أصحابه أكتر وأصواته أعلى ومش عارف إيه. طب هات ده، طب ده يا سيدي مستشار ورئيس محكمة نقد، لا ما ده أتقل وده عنده لوبي هيتعبني. ودي احترافية؟ لا هو دي أمر مش حلو، بس هي سياسة كده هنقول إيه. لا احترافية في إدارة الملف، شخصي عارف في النهاية أنت ممكن تدير ملف باحترافية. يتولاه السيد سيري سيام، يتولى دعمه بما إنه القامة القانونية الأكبر، يتولى وقوف معاه التحالف الاكبر، ما يتسابش في وسط الموجه وحيداً. اللي هو بيني وبينك يعني ده كان رئيس محكمه النقد مش هيقعد يعمل لوبي يقابل النواب انا ناوي اترشح على لجنه ايه والنواب اقف معايا، مش هيعمل كده. يعني برضو راجل قامه كبيره، فكنت انتوا كدعم الدوله كان يفترض يبقى لهم دور يعني
اكثر مش سياسي بحت كده، مين اصواته اعلى ومين اكبر ومش عارف ايه. لا كان المفروض نهتم بالسيد سيرس يوم اكثر من ذلك، رغم ان انا اتمنى، بس هي خلاص توافق عليها، كنت اتمنى ان هو انا اتوافق يعني عليها. بس يبقى السؤال، وهو الامر متروك لرئيس الجمهوريه الان، اما ان يعين بديل او يترك الامور على هذا العدد، تفتكر ايهما اقرب؟ انا اتمنى يعني، ما هو واحد من اصل 500 حاجه و90 96 يعني مش الرقم اللي هيؤثر في المعادله، انما لو هناك تعيين نتمنى هذا التعيين يبقى من القامات برضو قادرة انه يبقى كبير في البرلمان، واخد بال حضرتك، انما رقم طبيعي او زيادة في فئات او حاجة زي كده وارد يعني. بس انا اتمنى ايه، ان انت تجيب حد سيريس يوم، ولكن ما زي ما تقولي ايه، ما يتحركش من العمل السياسي الطبيعي والتقليدي من اللوبينج والاتفاقات والحاجات دي، يكون فاكك في الموضوع ده، ما يقدر يتحرك مع النواب بشكل اسهل من السيد سيريس يوم. انما فقد نائب منتهى الالم، وزعلان على فعلا ان هم ترك ان يفقد سيريس يوم. ونتمنى طبعا خلاص، هو كان رئيس محكمه نقد يعني، ده شرف كبير يعني في رايي. بنتكلم على برلمان، احد مهامه الرئيسيه التشريع، وبالتالي على كل الاحوال كنا اتكلمنا سابقا عن التحديات المختلفه امام هذا البرلمان، اللائحه احد الاولويات، بيان الحكومه سيكون الاختبار التالي، واحنا بنتكلم على المؤشرات دلوقتي، حضرتك بتقول الاهم والاصعب، الاختبار او التحدي الثالث اذا ما تجاوزنا الحكومه واللائحه. اذا ما تجاوزنا الحكومه واللائحه هيبقى التحدي الثالث والاخير بقى، وهيبقى بعدين المفروض يبقى هيحصل انتظام، اللي هو الانضباط داخل المجلس، وانه يبداوا يطلعوا منتج سياسي، ان هو الاحزاب تشتغل تطلع برامج وتطلع مشروعات قوانين وتطلع كلام زي كده، دعم الدوله يبدا يعمل دوره ويبقى ليه، مش لا مش هي برلمانيه بس يعني، هو المفروض يبقى ليه مطبخ سياسي بيطلع له الافكار، مش بس الافكار اللي بتجيله من الدوله عليه ان يعمل اللوبي المنازم لها لتمريرها، لا ممكن يطلع افكاره هو برضو. الشباب داخل المجلس لابد ان هم يدوا بقى مثل احسن من كده، يبداوا يعني مش حكايه تجمع يعني، حكايه انه يبداوا يطلعوا منتجات برضو مناسبه للشباب والامور زي كده. وبعد كده هتيجي بقى مراحل بقى وطنيه، اللي هو الازمه الليبيه، الازمه السوريه، الحاجات دي هيبقى فيها تصوير. لو الحكومه نفذت يعني اي بقى، سواء الحكومه برئاسه المهندس شريف اسماعيل او غيره، من الواضح ان التوجه لهذه الاجراءات الصعبه يعني قادم لا محاله. لا محاله. هيكون اداء البرلمان ساعتها ايه؟ والله انا يعني خلينا نقول بواقعيه، لو الالم زاد البرلمان كله هينقل على التوجه الشعبي. بمعنى ايه؟ لو لقينا الالم الاقتصادي السياسي الشعب يقابل كل تحركات الرئيس، ما هو الحديث كله عن اجراءات اقتصاديه صعبه، الاجراءات الاقتصاديه لو لم يكن السيد طارق عامر كما سمعناه الامس يعني مدركا حجم الازمه وحجم التحديات وحجم الالام اللي هو يعني اكد ان عنده المسكنات ليها، هتبقى ازمه في ايه؟ ان الشعب هيبدا يزعل، لو الشعب زعل والنواب راحت زعلانه وراه هتبقى الحكومه في ازمه بكل يوم ويوم والتاني، طلب احاطه استجواب، طلب احاطه بيان عاجل، هتلاقي الحكومه مش فاضيه تشتغل، يبقى عندها بدل ما هي عندها ارهاق انها ترفع الالام زي ما وصفوه، ارهاق اخر ان هو تمرير الامر سياسيا مع البرلمان اللي هيبدا يعلي النغمه. انا اتمنى ان الحكومه تكون جيده يعني، ليه؟ لان لما عمل اداء مشرف غصب عن، حتى لو حد عاوز يزيد في البرلمان او يطلع في التلفزيون او عاوز يشتم وزير ولا ايا كانت النوعيه يعني، هتلاقي اداء انا من تحت، انا عامل اداء كويس وعامل له تسويق سياسي جيد، معايا في الوزاره سياسيين قادرين يتفاوضوا ويتكلموا عني في كل وسائل الاعلام حتى مع البرلمان، هتلاقي صوتي ينخفض. فالتحدي الاكبر مشترك، الاداء الجيد ده وبرلمان. الاداء الجيد ده يحدث او كيف يحدث لعمل التوازن ما بين اي عاقل فاهم انه في اجراءات اقتصاديه يجب ان تتم، تفاوت درجاتها ده متروك لتقييم الحكومه، لكن ما بين هذا وبين المصداقيه، بمعنى انه تطلع لنا مؤشرات كل شويه تقول لا ده في هيكون في رفع دعم عن سلع بعينها، عن خدمات بعينها، ويطلع المسؤولين سواء الوزراء او رؤساء هذه الهيئات يقول لا احنا لحد اللحظه دي بنتكلم في سعر تذكره المترو زي ما هي، بنتكلم في، طب ما هو لما يجي الاجراء بعد كده مش ده بيفقد الثقة في المسؤولين وفي الحكومة؟ ده الأزمة عندنا. أقول لحضرتك حاجة، في دايما إيه، أما تيجي أنت في وضع سياسي مرتبك، في حاجة كده ألف به في العمل السياسي، لازم تعمل حاجة اسمها كويك وين.
تكسب مكسب سريع. تقول للناس مثلا خلال شهر سيتم عمل كذا كذا كذا، وبعد الشهر بالظبط تروح عامل، بعد كده خلال شهرين هيحصل كذا كذا. اجراءات بناء ثقه يعني. بناء ثقه، احنا ما عملناهاش، احنا زي ما حضرتك بتقولي ايه، طب الناس زعلانه طب قول لهم الخبر ده، طب الناس فرحانه قول لهم الخبر ده. القصه ان انت شغال رد فعل للشارع هتنتهي ان الشارع هيسبقك، ولو الشارع سبقك هيطالب ان انت تمشي، لان انت خلاص ما بقتش كوزير مش مالي عينه او مش مرتاح لك. فزي ما بقول لحضرتك الوزاره جايه عليها عبء ثقيل، انها اول حاجه لازم انها تبدا تعاملنا معامله زي بره كده، اللي هو احنا هعمل لكم الشهر الجاي، الشهر الجاي هعمل لكم ازمه في الدولار، خدوا بالكم يا مصريين هيحصل ايه، السلعه فيها ازمه كذا، احنا محتاجين نشتري في الحته الفلانيه. دول بنت نفسها ان الحكومه قربت من زي تشرشل كان بيعمل للانجليز حديث في الاسبوع، يقول لهم ايه المصايب الموجوده وهنحلها ازاي مع بعض. انجلترا فين دلوقتي؟ كان ممكن بعد النهار بعد الحرب العالميه الثانيه. فكل الحكومات ممكن تعمل اجراءات اكثر حرفيه وهي مضطره. يعني احنا في السيد الرئيس في المره القادمه او السيد الشريف اسماعيل ايا كان اللي هينقي الوزراء، لابد شويه هيبقى في تعب سياسي كبير على الحكومه، لان زي ما حضرتك قلت الاخبار دي مش هتنفع تاني، لان في برلمان ما هيصدق يلاقي خبر زي كده. طب انت قلت ورجعت في كلامك، هات لي بقى واعمل لي طلب استجواب مش هقول هات لي الوزير هيطلع في التلفزيون وهيطلع يكتب مقال وهيعمل لقاءين في الجرايد، اقول لك انا خلاص دي دعايه انتخابيه هي ببلاش. فاحنا مش عاوزين نوقع الوزاره هنا وما نجيش نقول اصل البرلمان وحش، البرلمان اهو انتوا عاوزين مستقلين شكله كده يعني، يعني الوزاره القادمه تعلم ان مستقلين وائتلافاته واحزابه، وهو لازم تجهز نفسها لاداء سياسي اشد شويه من اللي فات. حضرتك كنت بتقول من التحديات اللي هتكون تاليه بعد كده هي فكره المنتج الخاص بهذا البرلمان، بنتكلم على تشريعات واحنا عندنا طبعا. دستور يعني فيما يتعلق بالملفات الرئيسيه طب وصحه وتعليم ومرافق وما الى ذلك، مكتوب فيه كلام جميل جدا يعني مطلوب ان يترجم لتشريعات ولموازنه بالارقام. ايه الشغل ثقيل عليهم جدا، انما حضرتك عاوزينهم يطلعوا حاجه كويسه باذن الله يعني. يعني انا معاكي وحضرتك بتقولي بتتخوفها هيطلع يعمل ايه ولا ايه يعني، بس هو لازم يعملوا حاجه يعني. هي الامر متعب ويعني الامر مرهق، ونرجع تاني الكلمه قالها ما يعني بغض النظر اللي قاله السيد طارق عامر كويس ولا لا، هو قال لك شرف خدمه الوطن في اللحظات الحرجه. فحضرتك في البرلمان برضو لابد ان يعني شرف ليك انت بتخدم الوطن في هذه اللحظات، حاول تعمل على قد ما تقدر تطلع حاجات مناسبه. ان بس المقدمات اللي عندنا دلوقتي بتؤدي الى اي نتائج؟ يعني قد يكون تحدي هو مش مؤقت الحقيقه لما نتكلم على الاحتياطي النقدي الاجنبي وسعر الدولار، لان انت بتتكلم على مخزن مش هتقدر تملاه غير بانتاج وتصدير، وانت لا عندك انتاج ولا عندك تصدير، وللاسف في اللحظه دي ما عندكش سياحه. لا بس في داخل في برامج الدوله بتعمل برامج لتحفيز كثير من الصناعات، يعني سامعين على 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 في مدينه للتصنيع اللي هو الانسجه والحاجات دي بتتعمل جديد، في اعاده افتتاح بعض المصانع الثانيه، في عمليات تحفيز بتحاول الدوله تعملها، ولكن عمليات التحفيز مداها قصير ولا متوسط؟ لا كلها مداها بعيد، احنا كانت ازمتنا وانا ارى الى هذه اللحظه ازمتنا وهو من المهم انك تبني للي جاي عشان برضو في اختبارات أمر كثيره قادمه، بس للاسف انه في بعض المشكلات محتاجه حلول مش هقول انيه لانه كلام مش منطقي، بس الاوراق المتاحه عن حلول الازمه على المستوى البعيد، الاوراق المتاحه بكلم حضرتك جيده، ولكن المستوى القصير لا توجد للازمه الرئيسيه. يعني اقول لحضرتك حاجه، انا كنت في ازمه وكتبت في كذا مره ان احنا يا جماعه المشروعات الكبرى هايله، بس لابد المشروعات اشغل الناس بقى اللي هي حاجات صغيره الحاجات زي كده، وتبقى استراتيجيه، مش ان انا يا جماعه اللي عاوز يستلف يجي، لا نعمل مشروع قومي زي البرازيل ما عملت كده، كل الناس تشتغل زي ما الصين شغلت الناس في بيوتها، حاجه زي كده هو ده المهم. حاجه عشان اوصل لده لازم احرك السوق، احرك السوق بايه اللي يحرك السوق؟ مشروعات صغيره ومتناهيه السوق. لا غير كده الدافع الاكبر بقى المحرك الرئيسي القاطره هتكون العاصمه الجديده. فين العاصمه الجديده؟ انا اخيرا الحمد لله طلع قرار بتشكيل هل المحرك في ظروفنا دي العاصمه الجديده ولا حاجه زي المليون ونصف فدان؟ لا العاصمه الجديده، لان حجم السلع والمنتجات والمصنعين اللي هتشتغل فيها غير عادي، حجم دوره الاموال بتاعتها المليارات مش عارف 47 مليون دولار مليار دولار في هيتصرفوا خلال 10 سنوات، انت بتتكلمي في 3 4 مليار دولار 5 مليار دولار بتتصرف في السنه على السوق بشكل مباشر، مقاول بيعمل حاجه بياخد فلوسه، ونجار وبيشغل واحد بتاع اكل بيديله واحد عربيه بتجيب الميه، ناس بتوع تشجير، ناس بتوع كل حاجه، فده هيعمل سريع. انما المشروعات الضخمه حفر قنوات انفاق مش عارف ايه طرق سكه حديديه دي ما بتشغلش حد، دي دوله بتستثمر مع شركه ميجا
كومباني بتيجي تعمل لك مشروع وتكسب فلوسها وانت تكسب المشروع وانت لكن فهو الخطه اقول لك حاجه بمنتهى الامان، الورق جيد ان احنا هنعمل كذا، ولكن الخط السياسي هو اللي عاوز مراجعه، ان انت عشان نوصل بقى للجيد ده عندنا سنتين الم لازم نتحرك فيه ونعمل ايه. طيب انا عايزه كلمه اخيره امامها يعني تعليقا على هذا المشهد البرلماني ما بين خلينا نقول ايه الافاق والتحديات. أقول لك حاجة، هل التفاؤل هو الغالب؟ مش عايز أقول التشاؤم، هل الترقب أو القلق؟ إيه الكلمة اللي تحط عنوان؟ أنا أتمنى أن البرلمان يعدي نتيجة 5 من 10، أتمنى يعدي إن شاء الله يجيب 50% 50% إنجاز. أقول لحضرتك حاجة، إحنا بنتطور لسه ديمقراطية، أنا مش جايب مجلس العموم البريطاني ولا اللوردات ولا السنت في أمريكا، أنا جايب ناس جدد وعاوزين يعملوا شغل كده، فأتمنى يوصلوا 50%، إنما الوزارة أتمنى يتعدى أدائها نسبة رضا شعبي 80%، لأنها لا تملك غير كده. منين بقى؟ هم المسؤولية عليهم ومشاركة مع البرلمان يهدى شوية وهو بيراقب الخطة يطلعوا لنا حاجة كويسة إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مروان يونس مستشار التخطيط والإعلام السياسي، دائما يكون الحديث ثري في واقع الأمر مع دكتور مروان، مشكورك شكرا جزيلا. وبهذا نصل تقريبا لختام ساعتين من أحداث النهار، سأترككم الآن مشاهدينا مع لقاء خاص لأحداث النهار مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، قراءة في الملف الإنساني في ليبيا وهو مرتبط بطبيعة الحال بالملف الأمني وبالملف السياسي. كنت معكم ريم وجدي، شكرا للمتابعة وطابت أوقاتكم.